النهاردة ذكرى ميلاد الفنان سيد عبد الكريم ابن مدينة الإسكندرية اللي قدم عروض وأعمال فنية درامية حتى الآن لسه عايشة في ذاكرة كل المصريين وتركت بصمة مع الجمهور، أمتع جمهور الدراما التلفزيونية في مصر وفي العالم العربي. تعالوا نشوف أهم المحطات الفنية في حياة الراحل سيد عبد الكريم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سيد عبد الكريم، حيث إنه من مواليد 26 من يوليو، والذي قدم عدداً من الأعمال الفنية للدراما التلفزيونية تركت بصمة مع الجمهور جعلته يحفر اسمه في قلوب متابعي الدراما التلفزيونية. ولد الفنان سيد عبد الكريم بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الدخل، والتحق بمدرسة رياض باشا الابتدائية، وظهر عشقه للتمثيل مبكراً حينما شارك في فريق التمثيل بالمدرسة. تخرج السيد عبد الكريم من كلية الزراعة وبدأ حياته الفنية منذ طفولته في المسرح المدرسي، وظل يمارس التمثيل حتى التحقه بكلية الزراعة، وتعرف من خلالها على صديقه المخرج محمد فاضل بعد رحلة بحث عن فرقة التمثيل بها، وكان محبوباً من زملائه لخفة ظله وطيبته الشديدة. يعتبر الفنان سيد عبد الكريم أحد أهم نجوم الدراما، وذلك لتركيزه فيها على مدار سنوات لعب فيها أدواراً هامة، وبدأ مشواره في الدراما بمسلسل النصيب، أبرز أدواره شخصية زنهم السماحي الذي جسده في مسلسل ليالي الحلمية، وكان من الشخصيات البارزة في العمل التي ما زالت عالقة في أذهان الجماهير. رحل الفنان سيد عبد الكريم عن عالمنا بعد صراع مع المرض في 31 من مارس عام 2012 عن عمر ناهز 76 عاماً.